رحمه الله يقول: رزقني الله بمولود وعملت له عقيقة في اليوم السابق، وبعد وجبة العشاء جاءني رجل وقال أنه ما يجوز تكسير العظم في العقيقة، ما صحة ذلك؟ لا بأس بذلك، يكسر العظم في العقيقة وغيرها عند الحاجة، لا بأس بذلك. لكن بعض العلماء يقول تنزع جدولا ولا تكسر، هذا استحسان منهم ولا دليل على هذا. نعم.